هذا المشروع هذا اللي دار هنا في قصبة مهدية في الهضبة المطلة على نهر سبو وشاطئ مهدية، دار في واحد المساحة ديال 3 هكتارات، والغلاف المالي ديال الشطر الأول تقريبا ما بين تتراوح ما بين 18 و20 مليون ديال الدرهم، في انتظار الشطر الثاني والثالث ان شاء الله. دونك هذا المشروع هذا اللي خرج من رحم معاناة، خرج من بعد واحد النضال كبير ديال عائلة شيبو، المشروع اللي كانت المحاولة الأولى ديالو في 2007-2008 بمدينة القنيطرة، عاودنا الكرة في 2011-2013 حتى الحمد لله كان تدخل ديال واحد مجموعة من الأشخاص اللي كان تدخل ديالهم حاسم، وأخص بالذكر السيدة زينب العداوي والي مدينة القنيطرة آنذاك، وكذلك تدخل ديال السيد العامل مشكورا السي المحمدي اللي دخل بواحد الجرأة من أجل فك العزلة على هذا المشروع اللي كان يعاني في واحد الوقيتة من احتجاجات ديال بعض الأشخاص اللي بطبيعة الحال كانوا مغرر بهم، كانوا مدفوعين وكانوا ناس آخرين كاذبين عليهم. دونك مشروع رياضي سياحي اجتماعي تنموي اللي غادي يقدم إضافة كبيرة لهذه المنطقة والمدينة. الحمد لله كيف كتشوفوا فضاء جميل بشهادة الناس اللي وخا يلاه بدينا، كاين واحد المجموعة ديال الناس اللي تيجيو دابا تيطلعوا على المركز، اول 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 ارتسامات كتكون عندهم هي انه تيقول لك ملي كندخلوا كنحسوا براسنا على اننا ماشي في قنيطرة ولا ماشي في المغرب، نظرا الحمد لله لهذيك الجودة ديال المنشآت ولا ديال التجهيزات، رغم على اننا مازال ما وصلنا يلاه في واحد 80% من التجهيزات. وكيف كيعرف الجميع على ان مدرسه كره القدم ديال يوسف شيبو غادي تنطلق ان شاء الله في سبتمبر، لو 14 سبتمبر غتكون عندنا الحصه الاولى، التسجيلات بديناهم دابا واحد جوج ديال الاسابيع، فيما باقي المرافق غادي تكون ان شاء الله غتبدا في الشهر المقبل ان شاء الله، على ان يكون الافتتاح الرسمي والتدشين الرسمي من طرف السلطات في عيد المسيرة في 6 نوفمبر إن شاء الله. يعني المرافق اللي كتوفر عليها على مستوى كرة القدم هذا المركز، كاين ملعب معشوشة اصطناعيا كاليتي سيرتيفي فيفا ديرنيير جينيراسيون، اخر ما كاين في لي كاليتي ديال الغازون سانتيتيك، avec une couche de souplesse ou la granula cryogénique. Donc, حتى هذوك المواد اللي فيه كتسيرتيفي فيفا، دونك عندها المعايير الدولية، كتستجيب المعايير الدولية. كاين ملعب معشوشة طبيعيا، هذا مدير بالنسبة للفرق، الفرق لي زيكيب بروفيسيونيل، الفرق اللي غادي تجي هنايا في التربصات ولا اللي غادي تجي هنايا باش تستغل المرافق ديال المؤسسة. وكاين جوج ديال الملاعب مصغرة معشوشة كذلك اصطناعيا، وحتى هي في نفس الجودة وفي نفس المعايير الدولية، لا من ناحية ديال الجودة ديال العشب وديال الأرضية، ولا حتى على مستوى القياسات ولا لي ميزور ولا لي ديمونسيون ديال 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 الملاعب. ودائما في اطار التربيه والتنشيط والعمل الكبير اللي كيقوموا به الاطر الرياضيه من اجل دمج الاطفال، فسي يوسف شيبو اصر على انه تكون هناك مدرسه مجانيه من اجل تأطير اطفال مدينه قصبه مهديه مجانا، وفي نفس الظروف وفي نفس الملاعب اللي غادي تأطروا فيها اطفال اخرين اللي غادي يكونوا تابعين المدرسه ديال 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 المركز ولا ديال فريق شيبو لكرة القدم. ومن الشيء المستحسن هو لانه الحمد لله تتوفقنا على اننا يكون معنا في هذا المشروع هذا واحد النخبه من افضل الاطر اللي كاينه على المستوى المحلي ولا الوطني، اطر اللي عندهم دراسات وعندهم كفاءه كبيره.